الفرصة الأخيرة جمع بين رأسي السلطة التشريعية والتنفيذية أمس وأثار كثير من الحبر. تقريبا بدينا نفهموا شنو اللي صار من في هذا اللقاء بعد التكتم من الجانبين، لكن الظاهر اليوم أن رئيس الجمهورية أعطيه بعض الملامح. شنو في تقديرك أنت دلالات هذا اللقاء، وشنو ربما ما رشح فيه من مضامين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي سي عامر، أهلا وسهلا سي زياد. أنا أعجبت بالسلام الذي ألقيته يعني في بداية لفت انتباهي وعرفت المغزى متاعه منها جيدا. شكرا لقناة الزيتون على الاستضافة. تحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين. فعلا هو المفروض ألا يكون حدثا لقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد رئيس مجلس النواب الشعب ورئيس أكبر حزب في البلاد، يعني كان يمكن أن يكون حدثا عاديا جدا في الحياة السياسية الديمقراطية، لكنه أخذ بعدا إعلاميا وربما حتى رمزيا نظرا للقطيعة التي كانت موجودة ونظرا للانقطاع الحوار بين أعلى مستويات من المؤسسات الدستورية في الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس المجلس، علما بأن هناك طلبات كانت سابقة موجودة من الشيخ راشد الغنوشي ومن السيد محمد هشام المشيشي لمقابلة السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة. الذي كان يؤمل هو ما قاله الشيخ راشد الغنوشي اللي قال تعليقه بعد اللقاء أنه هذا لقاء لكسر الجليد، لإعادة الأمور إلى الحوار، إلى إعادة التوافق ما بين مؤسسات الدولة، للبحث على مخارج وعلى حلول. هذا تصريح عمله، هذا كان يكون إيجابي. لكن الذي قاله السيد رئيس الجمهورية حسب اعتقادي يعيد الأمور إلى النقطة الصفر. السيد رئيس الجمهورية رجع كما هو، كما يقول المثل، عادة حليمة إلى عادتها القديمة. بدأ يتحدث مرة أخرى عن فكرة الذي يعيشه لوحده هو بعد ما كانت تقال وساطة من سيروت في زيتون. بعد مباشرة استقبل الأخ اللي هو صديقي على فكرة سيريضا شهاب المكي، استقبله وهو لأول مرة هذا الظهور الإعلامي العلني المعلن من طرف رئاسة الجمهورية. وبعد اللقاء استقبل السيد زهير المغزاوي اللي هو أيضا علاقة رمزية بين بالسيد رئيس الجمهورية كطرف يعتبره أنه ثبات على المبدأ وحييها أكثر من مرة. هاللقاءين هذوما بيناتهم لقاء الشيخ لقاء افتراضي البارح الأستاذ راشد الغنوشي مع الجالية التونسية في فرنسا، حكي أو شبه هذا اللقاء بلقاء باريس. نعم نعم، بينه وبين كما كان اللقاء هذاك فتح التوافق. إذا كان يوصف اللقاء هذا بأهمية لقاء أخرج نعم تونس من شفا حرب أهلية، شنو هذا؟ علاش أنا نوهت بالتصريح اللي عامله الأستاذ راشد الغنوشي اللي هو مهما كان سياسة ولا قصد ولا محاولة منها تقدم، هي إيجابية وهي يد ممدودة فعلا ورؤية متفائلة. في حين تصريح السيد الرئيس رجع أولا أنه لا وساطة ولا وسطاء ولا وسيط، نعم، عكس مسار. اثنين، والأخطر، هجوم جديد على المنظومة من 14 جانفي، ومنظومة هي مسؤولة على كل الخراب اللي صاير في البلاد، والناس تستحق السجن، والسيد الرئيس يتكلم كما أنه لم يقع أي شيء، ومرة أخرى يجعل نفسه هو الخصم والحكم، نعم، هو صاحب الحلول الكل ولا أحد سواه، وهذا طبعا خطأ. نعم.